ما تجيش عند الايس كريم بتاعي. لا هاخده انا هاخده. لذيذ، بس انا شاريه وانا راجع المدرسه. اديني الايس كريم بتاعي. كل اشاريه من كل مصروفي ده، انا بحوش المصروف ده من زمان اصلا. لا هاخده كله انا هاخده. اي حاجه كبيره تفتلك هاخدها اصلا. نور خلاص سيبيها كلها. يا ماما الايس كريم بتاعي انا اللي اشتريته وتعبت قوي لما قلت لك. خلاص روحي، يلا روحي هناك سيبيه كل اللي هو اي شيء يبغى ياكله امشي. شفت يا بابا كل حاجه تخليها خدها. معلش يا حبيبتي يا نور، بكره هديكي مصروف واشتري 2 ايس كريم بدل الايس كريم ده، ما تزعليش نفسك. شكرا يا بابا يا حبيبي، انت كل مره انت اللي بتقف معايا. ولا يهمك يا حبيبتي يا نور، ما تزعليش نفسك. تعالي نقعد نتكلم، عامله ايه في المدرسه واخبارك ايه في المدرسه؟ احكي لي كل حاجه. ايوه يا بابا، انا حلمي اكون دكتوره. قولي اعمل ايه بالظبط عشان اجيب اعلى درجات، ولازم اكون في كليه الطب. اكيد يا حبيبتي هدعمك دايما، اهم حاجه تذاكري باستمرار وتتابعي كل دروسك، وعدك راح تكوني احسن دكتوره. شكرا يا بابا يا حبيبي، بجد انا لولاك ما كنتش عارفه كنت عملت ايه. يلا يا حبيبتي يا نور العشاء جاهز، يلا عشان تاكلي. بعدين يا احمد كلت كل السندوتشات، انا ما كلتش الا واحد، انت مالك؟ خليه ياكل كل حاجه، يلا روحي كفايه عليكي واحد اصلا. طيب حتى السندوتشات توكلوا كتير في كل حاجه، وكل حاجه تعطاه له، معرفش ليه ماما كده. ونمشي بتعطيني انا بس. خلينا نفرش اسنان قبل ما ننام عشان انا لسه واكل. بابا بكره هيديني مصروف كويس، قال هسيب لك مصروف كتير عشان الايس كريم. بسرعه خلينا نفرش اسناني وبعدين انام. يلا بسرعه هنزل بقى اتاكد. اكيد بابا ساب لي المصروف الكبير اللي انا طلبت منه. ماما بابا قال لي هيترك لي مصروف كبير قبل ما يروح العمل، هو سابه لي يا ماما؟ مصروف؟ لا طبعا ما ساب لكيش اي حاجه. يلا روحي مدرستك، خدي اي حاجه تفاحه ولا موزاي وخلاص، ما ساب لكيش اي حاجه طبعا. ازاي بس؟ بس هو قال لي. يمكن نسي، مش مشكله، مستحيل ازعل من بابا ابدا. يلا بسرعه خلينا نروح المدرسه عشان ما اتاخر. ايه ده كل الفلوس ليه يا ماما؟ اه طبعا يا حبيبي. بابا سابها كلها لنور، بس انا هديها لك انت، انت اهم حاجه في حياتي. يلا اشتري كل حاجه، طبعا مش هدي لاي حاجه، اشتري كل حاجه نفسك فيها. شكرا يا ماما. واو شفتي الفلوس دي كلها؟ ايه ده، مش ماما قالت مفيش مصروف ومعناش فلوس؟ لا طبعا بابا سابها لك، بس ماما عطتني كلها. دايما يا ماما كده تفضلي في كل حاجه، حتى مصروفي كمان صرتي تاخديه وتعطيه. بجد انا مش مصدقه انها تعمل كده، كده الظلم بجد. هي مالها الصايره كده؟ ايه ده؟ يا دكتورة بأرجوكي، هو بابا فين؟ نفسي أشوفه، هو إيه اللي حصل له؟ بصراحة أنا آسفة جدا يا جماعة، البقية في حياتكم، الحادثة كانت شديدة قوي، وبعدين أنا آسفة جدا على الأخبار السيئة ده، كان نفسي أقول لكم أخبار أحسن من كده. يعني إيه؟ يعني بابا مات؟ أنا مش مصدقة. بجد؟ انا مش مصدقة اعيش بدونك يا بابا، ده انت الحاجة الوحيدة اللي كانت مصبراني. انا جيلي لغاية دلوقتي من كام يوم ما رحت المدرسة، خليني بروح، بس عندي مصريف لازم ادفعها. انت رايحة فين؟ مالك كده صحي على الصبح بدري، في ايه؟ يا ماما انا رايحة المدرسة ومن كام يوم ما رحتش، بعدين مصاريف ما دفعتهاش يا ماما، كان بابا وعدني. لا انسى موضوع المدرسه، مفيش مدرسه تاني خالص. ازاي بس؟ ازاي ما اروحش المدرسه؟
أنا لأني محتاجة أدخل أحمد مدرسة انترناشونال، ولازم دي محتاجة مصاريف كتير، فأنا قررت هيكون هو في المدرسة، أما أنت بقى لازم تساعدينا لأني محتاجة فلوس كتير. بعد ما باباكي مات عندي بقى مشكلة خالص في المصروفات. إزاي بس أسيب المدرسة؟ ده أنا حلم أكون دكتورة. قلت لك خلاص انسي الموضوع، يلا اطلعي أوضتك. بجد أعمل إيه دلوقتي؟ أنا نفسي أكمل تعليمي وأحقق حلمي وأكون دكتورة. ده أغلى عائلة في روكيفيل. أيوة عندهم بيبي صغير ومحتاجين حد يحتني بيه، مفيش غير نور هتشتغل الشغلانة دي، وهطلب راتب 10 سنين مقدم واخلص منها بالمرة، والفلوس دي طبعا هتكون لابني احمد هدخله بيها احسن المدارس. يلا خلينا اطلع لها، فكرة حلوة قوي، ده كده هيدوني راتب كبير لما اخد 10 سنين مقدم، ده كده راتب كبير جدا. تعالي يا نور في شغلانة هتروحي تشتغليها، في عند عائلة غنية عندهم قصر كبير وهتحتني ببنت صغيرة عندهم بس شغلة بسيطة، فهمتي؟ عاوزين اكون خدامة يا ماما، انا مش مصدقة انك تفكري تعملي فيا كده. بقول لك بدون كلام كتير يلا قدامي، ولا احسن ما تكوني في الشارع، هطردك بره اذا ما رحتيش، فاحسن لك عيشي عندهم احسن، لاني محتاجة الفلوس دي عشان خاطر احمد لازم يكمل في المدرسة الانترناشونال. مدرسة وانا ما دخلتش مدرسة حتى عادية. قلت لك يلا بسرعة عشان الشغلانة دي ما تروحش، الهلال لسه مبتدي من يومين. شفت القصر حلو ازاي؟ بس انا مش عاوزة اكون خدامة، انا نفسي اكمل تعليمي. قلت لك قدامي، انت طولي تعيشي في قصر زي ده؟ ده انت غبية. يلا بسرعة وبدون كلام كتير وما تحرجنيش قدامهم ولا تتكلم. اتفضلي دي العشر يعني راتب ال10 سنين اللي انت طلبتيها. متشكرة جدا يا مدام، والبنت هتفضل عندكم على طول، مش هتيجي حتى تزورني. يلا يا حبيبتي ادخلي، اطلعي في الدور الثالث هتلاقي بنتنا ياسمين، وطبعا هتخلي بالك منها. اه طبعا متشكرة قوي، انت حظك قوي احسن من حظي، ماماك وباباك بيحبوك قوي. انا نفسي كان ماما تحبني بعد ما مات بابا، حلمي كله ضاع، كان نفسي اكون دكتوره. للاسف ماما ضيعت حلمي، جابتني هنا بس عشان تاخد فلوس تصرفها على اخويا. انا كان حلمي بس بسيط، اكمل تعليمي واكون دكتوره. بس العيشه معاكي جميله، انت بنوت حلو. انا سمعتك وانت بتقولي كل حاجه، تعالي احكيلي. عجلك ايه؟ مامتي هي ما تحبنيش، شغلتني واخد الفلوس عشان تصرفها على اخويا اللي بتحبه بس كده. طب انا بقى خليك تكملي تعليمك وتكملي حلمك وتكوني دكتوره وتعيشي معانا هنا، واعتبري بنت ياسمين هي اختك. ايه رايك؟ واخلي مدرسين يجولك البيت بجد؟ اه طبعا، ده انا اخلي المدرسه كلها تكون عندك هنا في البيت، هنا في القصر هنا بجد. انا شكرك لك جدا، انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. ولا يهمك يا حبيبتي، اهم حاجه تكوني مبسوطه، انتوا احسن ناس شفتهم في حياتي. منك يا احمد، كل يوم تخرج وتسهر، وسبت المدرسه اللي ذبحت لك فيها دم قلبي. اه حتى الدواء الضغط خلص من عندي ولا حتى جبتهولي، ده انا حاسه انه عقاب من ربنا عشان بنت نور واللي عملته فيها. اه يعني انا مش قادره اقف الدوخه من الضغط، وحتى العلاج بتاعي خلص كله. يلا يا ترى انت فين يا احمد؟ ايه ده، هو انت كل ما اجلك نايمه يا ابني؟ علاج الضغط خلص، كل مره اقولك هاتهولي وتطنشني، لا انا عاوز فلوس عشان عندي خروجه تاني مع صحابي. سيب كفايه يا ابني، مفيش فلوس تاني، حرام عليك. لا هاخد، يعني اخده بدون كلام، اخد كل الفلوس اللي هنا.
حرام عليك يا ابني، طب طفي البوتاجاز، ده كنت ناسيه الاكل على النار. واو وليت كتير قوي، بعدين اجيب لك العلاج. اه منك يا ابني، واللي عامله فيا جبت للضغط والمرض. خلينا الحاجات اصحابي بسرعه، اتاخرت عليهم. احلى خروج اليوم، عندنا خروج فيه كتير حلوه. في حالة حريق مستعجلة جدا، خلينا ايه ده؟ ماما؟ انا مش مصدقة. نور يا بنتي، هو انت بقيتي دكتورة زي ما كنت حوزة؟ ولحظة لحظة لك يا ماما، الحمد لله ان انا شفتك قبل ما اموت عشان بس تسامحيني، كل ده بسبب اخوك اللي انا فضلت عليك، ارجوك يا بنتي تسامحيني. ما تخافيش يا ماما، انا هنقذك وهتكوني كويسة. ما اعتقدش يا بنتي، ارجوك تسامحيني. ماما ارجوك رد عليا يا ماما. هو ليه يا دكتورة هتدخل العمليات؟ ومش مفروض تولد ولادة عادية يعني؟ للأسف يا فندم، زي ما انت شايف كده حالتها خطيرة جدا، لأنها حامل بتوأم تلاتة، فعشان كده هندخلها العملية. عايز لك عشان حالتها خطيرة جدا. ازاي بس؟ ما كانت الدكتورة قايلنا اتنين. لا ده انا خايف عليها قوي، ممكن يحصل لها اي حاجة. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ هعمل ايه؟ انا احسن حاجة انتظر هنا لما اشوف ونشوف ايه اللي يحصل. لا ان شاء الله تولد بخير، منكرد عملية، عملية بس واكيد تبقى كويسة. اكتر من ساعة والدكتورة ما جاتش، هو في ايه؟ ايه اللي حصل؟ مستحيل في عملية ولادة تقعد ساعة، ده مجرد ولادة يعني. في ايه بالظبط؟ في ايه بالظبط؟ الموضوع بقى مقلق. ايه ده يا دكتورة؟ مالك مش عايزة تدخلي؟ طمنيني طمنيني مدام عاملة ايه لو سمحتي. انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه، انا اسفه جدا. اسفه على ايش؟ اتكلمي يا دكتوره. بصراحه يا فندم الموضوع مش بايدنا، التوأم التلاتة هما كويسين ودخلوا الحضانه، بس المدام ما عرفتش ننقذها، حالتها كانت خطيره عشان التوأم كانوا تلاتة، فالبقيه في حياتك. انا مش عارفه اقول لك ايه، هو ده اللي حصل. انا اسفه جدا من اللي حصل، وحضرتك ممكن تستلم التوأم التلاتة. توأم تلاتة ايه؟ فين المدام؟ لا البقية في حياتك يا فندم. انا مش عارفة ولكن اسفة جدا، كان نفسي مش عارفة. حضرتك ممكن تستلم التوأم بتاعتك، والمدام هنوديها المقابر عن اذنك. بقية في حياتك مرة كمان. هدى هدى بجد مش مصدق انك موتي هدى. لا مستحيل مستحيل، اكيد في حاجة غلط، في حاجة غلط. يا ريت ماتوا التوأم التلاتة ولا انتي متيش يا هدى. هعمل ايه دلوقتي؟ اعيش ازاي بس؟ واعمل في ايه في البنات دول؟ هعمل فيهم ايه؟ هما السبب، هما السبب في موتك. اسكتوا خالص، انا مش عاوز اسمع صوتكم. يا ريتكم متوا انتوا ولا مامتكم هي اللي ماتت، انتوا السبب. لولا كنتم جيتوا كانت هي عايشة دلوقتي، خلته حالتها خطيرة وانتوا اللي موتوها. هعمل ايه دلوقتي؟ عايش ازاي واعمل فيكم ايه؟ ما كنتوا موتوا احسن وريحوني. اسكتوا خالص، اسكتوا، انا مش عاوز اسمع صوتكم خالص. انا هجيب لكم الرضاعة والقلوكم، انا هجيب لكم رضاعات وتقعدوا مكانكم، حتى غرفة مش هعطيكم. ثواني، مش عاوز اسمع صوت ولا واحدة فيكم. اديني جهزت الرضاعة ليكم وهنزلكم تحت، حتى الغرفة اللي كانت مامتكم مجهزاها مش هتاخدوها، عقابا ليكم، انتوا السبب في موتها. تقعدوا هنا تحت السلم، هنا هتناموا طول عمركم. One eternity later. Mm-hmm.
الضحك ده؟ انا معرفش انام منكم، مصحينا الصبح عليه. في ايه بتعيطوا ليه؟ كل يوم تصحوني الصبح بدري كده، انا شكلي بعاقبكم. في ايه؟ حشرين نفسكم في الغسالة؟ مين اللي دخلكم هنا؟ مين اللي قال لكم تدخلوا الغسالة؟ خلاص خليكم، طلعوا نفسكم بنفسكم، لو عاوزين الرضاعات بتاعتكم اطلعوا اطلعوا لفوق. مين قال لكم ادخلوا؟ طلعوا بقى نفسكم تاني مرة لو شفتكم دخلتوا الغسالة، هاكو هضربكم كلكم. اسكتوا خالص، ازعجتوني بصوتكم. بطلع عياط. اللي عاوزة فيكم رضاعة تطلع لي فوق، فاهمين كلامي؟ وياكم واطلعوا لوحدكم الغسالة. كويس، عرفتوا تطلعوا. لازم واحد كده يهددكم. بطلوا عياط، ثواني هجيب لكم الرضاعه. كل واحده تاخد رضعتها وتنزلوا تحت وما اشوفش وشكم طول يوم. انتوا السبب في موت مامتكم، لو كانت عايشه دلوقتي مش كده احسن منكم. بطلوا عياط، لازم تفهموا ان كنتوا السبب في موت هدى. هدى اللي كنت بحبها. خدوا الرضاعه وامشوا من وشي. One eternity later. لين، ليان، اصحوا. انا النهارده نفسي اكل بيتزا. لين وليان اصحوا بسرعه. في يالانا، انت ليه مزعجه كده؟ قلت لكم اني نفسي اكل بيتزا، مش عايزه اكل خبز النهارده. انا مش هتلاقي اي حاجه يالانا، مريحي نفسك. في التلاجة. واو كتير كمان. يلا بقى ناكلها بسرعة قبل ما يجي بابا. هنسخنها ولا لا؟ ويعني كلها بسرعة قبل ما يجي بابا. تسخنوا مين؟ الحقوا بسرعة وكلوها. الله، ماما مكلناش بيتزا خالص، شفتها في التلفزيون مرة واحدة. وانا كمان بابا بيجيبها كلها، هو مرضاش يدينا الا خبز. سمعتكم، مين قال لكم تهجوا عند التلاجة؟ انا مش قايل مفيش حد يقرب عند اكل من غير ما اقوله. بصوا حط البيتزا مكانها، رجعوها. يلا مفيش بيتزا خالص. البيتزا قال هتاكل الخبز وبعد كده تنظفوا البيت طول اليوم. يلا رجعوا البيتزا مكانها. يلا كل واحده عارفه شغلها، اللي تمسح واللي تكنس واللي تنظف. خدوا الخبز وكلوه بسرعه، افطروا وتشتغلوا في البيت لغايه الليل، فاهمين؟ يلا انتوا هيا، مش عاوز كسل خالص، بسرعه. انا مش عارفه ليه بابا مديناش الا الخبز ونقعد ننضف طول النهار لما حنا يتحد. كل يوم تنظيف، معنى البيت نظيف لازم يخلينا ننضف ونكنس. انا بتعب قوي جدا. خلاص انت ويا بسرعه، اللي تكنس تكنس واللي تمسح واللي توقف الغسيل. يلا طول اليوم كده لغايه الليل. يلا بسرعه قعد الغسيل. يوه موضوع متعب قوي بابا، كل يوم كده نفسنا ننام في غرفة مش عارفين حتى تنامنا في غرفة، بننام في الأرض طول اليوم. تشجعنا اني نحط سلة الغسيل هنا واغسل بقى وخلص. انا تعبت قوي كل يوم كده. اخيرا خلصنا شغل البيت. بابا طلع شوية، خلينا بقى نسمع التلفزيون وارتاح شوية على الكنبة، رجلي وجعتني. وانا كمان رجلي وجعت خالص. ايه ده، عقابا ليكم هتناموا في الجنينة. يلا انتوا يا برا. انا بردانه قوي وانا كمان بردانه. خلاص حاولين نكمش في بعض شويه كده. 24 hours later. ايه ده، ده انتوا جالكوا برد. انا لازم اقول لبابا اديكوا المستشفى، انتوا عاملين تكحوا قوي.
يا بابا عيانين قوي، لازم نودهم المستشفى، والاتنين تعبانين من برد، بره جالهم برد لما نمنا في الجنينة. يا بابا لازم نودهم مستشفى. اطلعي بره انتوا وهي، لحسن تعدوني، اقعدوا بقى في الشارع انتوا التلاتة عشان وريه المستشفى قال. يلا لا تمرضوني وتموتوني زي ما موتوا امكم. يلا اطلعوا بره، امشي انتوا وهي بعيد، يلا بسرعة مش عايز اشوف وشكم هنا تاني مرة، عاوزين تموتوني. هنروح فين دلوقتي؟ تعالوا معايا، بص هروح هجيب لكم علاج هتصرف. انت معكش فلوس يا ليلى؟ ما تخافوش انا هتصرف بقى، ولا حد بيديني فلوس، مفيش حل غير ان اشحت، حتى اجيب لهم الدواء. ده نشوف الراجل ده، هو كويس في حد واقف قاعد هنا في الصبح كده؟ عمو يا عمو ارجوك اديني فلوس بس مره واحده اجيب علاج لاخواتي عشان تعبانين، ارجوك يا عمو. خدي يا حبيبتي ولا يهمك، اتفضلي المبلغ ده كله ليكي. شكرا يا عمو شكرا، خليني بروح المستشفى بسرعه اجيب لهم علاج. يلا بسرعه، يلا اشربوا الدواء ده، والدكتوره قالت هتبقى كويسه لو خدتوه. طيب يا لينا شكرا، حاسه تعبانه قوي. يلا اشربوا بسرعه، ان شاء الله تتحسنوا بقى. بس مش عارفين بعد كده هنعمل ايه، هنسكن ازاي في الشارع؟ بس طب مش عارفه لو رجعنا البابا يرجعنا. هي انا بقيت كويسه. كويسين ايه؟ يلا بقى ايه رايكم نلعب؟ ايوه نلعب، هتقول امي على طول نشتغل في البيت. يلا نجري نلعب الغميضه، يلا. ايه ده، تعالوا شوفوا في فلوس كتير هنا، في درام الزباله في فلوس. واو ده كتير كتير قوي، هذا هنعمل فيها ايه؟ يلا كل واحده تاخد شنطه بسرعه، يلا كل واحده تاخد شنطه، عبينهم في شنط. احنا مش مصدق احنا بقينا غنية قوي، فلوس كتير، هنشتري لبس وبيت وحاجات كتير واكل. مش مصدق احنا فرحان قوي، يلا بقى نعمل كل حاجه احنا عاوزينها، اشتري بيت ولبس وكل حاجه. ايه رايكم في لبسي والستايل بتاعي؟ جميل حلو يا لانا، وايه رايك في لبسنا كمان؟ احنا لازم نعمل اكل حلو كتير النهارده، ولا نطلب دليفري؟ اوكي انا فرحانه انا فرحانه. في ايه؟ حاسس تعبان قوي. انا عندي ايه يا دكتوره؟ يا فندم انت محتاج عمليه جراحيه ضروريه جدا، بس تكلفتها 100,000، لازم تدفعها فورا لان دي بيجي لها دكتور من بره وبندفع له الفلوس دي، فلازم تتصرف وتدينا الفلوس. للاسف يا دكتور انا معيش المبلغ ده، اعمل ايه كده هموت؟ لا يا فندم ما ينفعش، لازم تدفع عشان اعمل لك العمليه. احنا يا دكتور عرفنا ان بابا عيان، وتفضلي المبلغ يا دكتور اعملي لي العمليه فورا، ولازم بابا يبقى كويس. ايه ده، هما دول بناتك؟ ايوه احنا بناته، اتفضلي بقى الفلوس واعملي لبابا العمليه بسرعه. طيب طيب ماشي اديني الفلوس. مش مصدقه انت جبت المبلغ ده كله منين؟ ما تساليش احنا اغنياء. ما تخافش يا بابا تبقى كويس وهتعمل العمليه وهتبقى بخير يا بابا. يلا بقى ننتظر لما يجي بابا بقى يعمل العمليه يبقى كويس. هو بابا اتاخر ليه في العمليات كده؟ لا 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 ان شاء الله يبقى كويس ما تقلقيش. اعمل ايه يا بابا دلوقتي؟ يا بناتي انا مكسوف منكم قوي، انا كنت قاسي عليكم في ذنب انت مالكمش ذنب فيه خالص عشان مامتكم، بس بجد انا سامحوني، معرفش ان قلبكم حنين او كده، ارجوكم يا بنات الحلوين تسامحوني على كل اللي حصل، انتوا انقذتوا حياتي. ولا يهمك يا بابا، احنا دلوقتي معانا فلوس كتير وهنكون معاك على طول، وبنحبك قوي، احنا ما نعرفش غيرك اصلا. وانا كمان بحبكم.